لفقرتنا عن اليوم بنتعرف أكثر على أهم دور النشر الإماراتية وبنتعرف على الإصدارات اللي تقدمها. خلكم ويانا. دار ملهمون أنشأت عام 2016. الدار كان هدفها أنها تعمل فجوة ثقافية كبيرة وتستقطب الأقلام الملهمة والأقلام المتنوعة. الحمد لله في خلال سنة واحدة قدرنا نحن نحقق 120 عنوان كلهم منتقاة عبر لجان تخص القراءة والنشر والتقييم. أقلامنا الحمد لله مختارة بعناية تامة، أقلام ملهمة. في الأول والأخير الحمد لله لاحظنا أن في إقبال كبير من الكتاب الإماراتيين والأقلام الناجحة اللي هي كانت احنا بنسميها إرث أدب جيد. فدار ملهمون قصيرة في العمر لكن هي كبيرة في المحتوى. الأشخاص القائمين عليها أصحاب خبرة الحمد لله، خبرة تروح من 12 إلى 18 عام في مجال النشر. عندنا عناوين السنة دي كثيرة نزلنا بها في المعرض الشارقة، حوالي 60 عنوان، من أبرزهم طبعا العناوين اللي حصلت على حضور وأثبتت وجودها في المعرض. كتاب دكتور حمد الحمادي اللي هو استشفاء القلوب، كتاب وقفات مع المنفروطي للكاتبة لبنى أبو رحيمة، وأدب الرواية فيما يخص الجمهور الصغير اللي هو تينيجر. الدار هدفها سامي، هدفها أنها تخلق نهضة ثقافية. حصلنا على جائزة أفضل دار نشر محلية، طبعا دي كان لها معايير خاصة، أهمها التواجد في المعارض، البروفايل، كمباني بروفايل، المواضيع اللي احنا بنقدمها، التنوع في طرح العناوين، كتب، خلقنا نوع جديد من القراء. ده كله ما كانش سهل علينا ان احنا طبعا يكون في كومبتيشن مع دور النشر الثاني عشان نحصل على ما وصلنا اليه اليوم من تواجد ومن حضور، والحمد لله ان احنا اثبتنا نفسنا في وقت قصير جدا. مؤلفي عندما نحب نصوص شعرية باللغة العربية الفصحى ينتمي لمدرسة جبران خليل جبران ونزار قباني، هؤلاء أساتذتي الملهمين في هذا المجال. مشاركتي كانت مع دار ملهمون، دار نشر إماراتية. حبيت ورغبة مني أن أطلع من الإطار الخليجي شوي، لأن دار ملهمون عندهم انتشار بالوطن العربي أكثر من دول الخليج، والحمد لله توفقنا في اختيارنا للدار. اسمي محمد عبد الله البستكي، كاتب كتاب رحلتي إلى بلاد العرب. الكتاب هذا يتحدث عن عدة مواضيع تهمنا نحن الشباب، فيتحدث عن قيمة العلم وأهمية المدرسة ودور الإعلام وواقع الرياضة وأهم فوائد المتحف، والأهم من كل هذا يتحدث عن عالمية اللغة العربية. فاختياري كان حتى لدار النشر، والحمد لله حصلنا أفضل دار نشر 2017. اختيار الحمد لله كان موفق. الدار صح أنها عمرها صغير ولكن محتواها كبير جدا، فيه كثير من المواضيع، فيها من روايات، من قصص، من مواضيع ثانية جميلة. النشاط الثقافي في الإمارات يمتاز بحركة واسعة ونشيطة. عذار السعدي لقناة الظفرة الشارجة.